وسهلا بالساده المشاهدين وحلقه خاصه جدا من برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص. الابداع والتميز يوميا على شاشه النايل لايف. احنا بنعمل النهارده مع بعض يا شيف؟ بنعمل النهارده اكلات عربيه اصيله بنلبسها الثوب العربي الاصيل. احنا بنتكلم بلغه بسيطه جدا توصل لكل الساده المشاهدين اللي بيحبونا. هنعمل النهارده الرز المعمر له بالحمام وله باللحمه الضاني، ولكن هنعمله النهارده بالدجاج، حاجه كده لايت بسيطه. اللي عايز ياكل رز معمر هياكله بحليب دايت، وهياكله بنفس الوقت بالدجاج اللي هو ممكن قليل الدهون والدسامه. هنعمل ازاي رز معمر ونتكلم عن تكنيك عمل رز معمر، هنشوف مع بعض اللي يمشي مع الدجاج يمشي مع الحمام يمشي مع البط يمشي مع اللحم الضاني يمشي مع الخروف ايا كان. هنعمل طبق كمان بطاطس مهم جدا للاطفال حبايبي وكبار السن اللي هم على راسنا من فوق، اللي نقدر نقول اومليت البطاطس بالبيض او التارت بطاطس بالبيض من المطبخ الفرنسي. هنعمل كمان اكله شهيه النهارده فيها كل الفيتامينات اللي بتدور عليها، السبانخ، سلطه السبانخ بالمكرونه، ولكن بطريقه شيف ونص. الابداع والتميز نشوفه مع بعض. خلينا نبدا مع بعض الرز المعمر الاول، تكنيك عمايله ومقاديره على الشاشه والصوره تتحدث عن نفسها. مقادير الرز المعمر بالدجاج، رز مصري ام الدنيا، معانا حليب، معانا دجاج، معانا سمنه بلدي، مين اللي جايبها؟ امي معاها اخر الاسبوع، معانا فلفل اسود. خلينا نشوف المقادير على الشاشه مع بعض. مقادير الرز المعمر بالدجاج، المقادير على الشاشه مع بعض والصوره تتحدث عن نفسها. معانا رز مصري 2 كوب، معانا حليب 2 كوب، معانا صدور دجاج 2 صدور من الدجاج، فلفل اسود حصى، ومعانا ملح وسمنه. هقول المقادير تاني بسرعه عشان الاكله دي مهمه جدا وخاصه لحبايبي كبار السن والاطفال. الاكله ديت ممكن سهله الهضم وفي نفس الوقت دسمه جدا، فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، فيها الحليب وفيها الرز وفيها الدجاج، يعني فيها كل اللي احنا بندور عليه. رز مصري 2 كوب من الحليب، صدور دجاج، فلفل اسود، ملح وسمنه. الصوره والمقادير على الشاشه قدام حضراتكم. خلينا نعمل طبق رز معمر سهل وبسيط، وهنبدا نولع الفرن اول خطوه. نشوف درجه حراره الفرن معانا كام. بسم الله، حلو الكلام. درجه حراره الفرن هنا زي ما هتبداي تعملي الكيكه بالظبط، الفرن بتاعك يكون جاهز، لان مهم جدا لما تحط الرز المعمر او البرام الرز في الفرن، الفرن يكون سخن وجاهز، يعني الرز ما يقعدش فتره طويله في الفرن لغايه لما الفرن يسخن ويطلع بالرز، الرز هيعجن منك كده ومش هيبقى حلو خالص. وانا في سكتي جبت برام حلو قوي بالشكل ده كده، وطبعا ممكن نعمل برامه صغيره وكل برام فيه حتتين من الدجاج، ممكن نعمل برام كبير يلم العيله كلها ويلم الاسره، حسب ما انت عايزه وحسب ما انت شايفه ظروف الاسره، كلهم بيقعدوا على طاوله واحده في وقت واحد، اعملي برام واحد بيجوا على فترات متقطعه مدارس وشغل، ممكن نعمل برامه صغيره واللي يجي من شغل او يجي من بره ياكل البرام بتاعه مع الدجاج. عند صدور الدجاج الاول هشوحها على النار في طاسه جميله زي دي كده. حلو الكلام، ادي صدور الدجاج. الاول هنقطع الدجاج مكعبات صغيره. حلو الكلام، ممكن يتعمل بدجاجه، تجيب دجاجه ونسحبها بالجلده بتاعتها، وده مهمه جدا بتكون الدسامه بتاعتها عاليه. ممكن ان احنا نجيب صدور زي ديت بسيطه عادي خالص موجوده في السوبر ماركت، ولكن حذاري انك تجيب صدور دجاج لونها مش اللون اللي قدامنا على الشاشه ده. البيضة بلاش منها، اللي فيها ميه وفيها سائل لزج بلاش منها. جيب صدور الدجاجه بالشكل الجميل الحلو اللي احنا شايفينه مع بعض ده كده اهوت زي الفل، لان الاكله دي مهمه جدا، هتتحط في الرز والرز معاه حليب، فاصبحت الاكله حساسه جدا، يعني تقدر تقول ممكن تكرف منك باي سبب وتقول الدجاج زفر او الحليب فيه مشكله وما نقوم ما ناكلش البرام بتاعي. فهنا لما يكون الاكله فيها حليب اختاري لحمتك تكون كويسه، ما هي الزفره ولا الدجاج يكون زفره. واحنا ازاي هنتخلص من الزفره ديت مع بعض دلوقتي حالا. ادي صدر الدجاج اهوت، نقطعه بالشكل ده كده. حلو الكلام، وده كمان نفس الطريقه. حلو الكلام، معانا قرنين فلفل، دول مهمين جدا. شايفين دول كده مع بعض؟ طاسه معايا على النار بتسخن، فيها المره دي فيها معلقه سمنه صغيره. حلو الكلام، حلو الكلام يا شيف. ادي معلقه السمنه،
تحرك صدور الدجاج تحميره كويسه كده. المهم هنا بقى الخطوه اللي جايه اللي هي اهم من اللي انا عملته. ايه يا ابو الشيف؟ الفلفل الاسود اللي هو سر نجاح اي رز معمر، اذا كان بالحمام الفلفل الاسود اللي موجود بيفلفل الحمام، اذا كان باللحم لازم الفلفل الاسود يكون موجود من اللحم. يعني البرام الرز المعمر ده اشتهر وتعرف وتميز بنوعيه الفلفل الاسود اللي موجوده فيه. كلنا بيكون عندنا الفلفل الاسود مطحون ومتشال في الدواليب بتاعه المطبخ، ما بنستهلكوش ولا بنستخدمه غير وقت ما بنفتكره، وده غلط كبير انك تطحن التوابل وتخليها في الثلاجه في الدواليب او في الخزنه لمده اكتر من شهر او شهرين، ده اكبر غلط. خاصه الكمون والفلفل الاسود والقرفه اللي هم فيهم زيوت طياره، الزيوت الطياره دي لو بنطحن التوابل وتقعد فتره طويله الزيت فيها والطعم والنكهه اللي انا عايزها بتكون صارت مع فتح البرطمان وقفله. فانا معايا فلفل طازه زي ده كده، هنبدا نحمص شويه مع بعض كده بسرعه علشان نبدا نطحن الفلفل ده كده والايه ونحطه مع الرز المعمر. حلو الكلام، حلو الكلام. نبدا كده نولع النار هنا. حلو، معانا الفلفل الاسود هنا اهوت، ده مهم جدا. ولما نروح نشتري الفلفل الاسود ده من السوبر ماركت او من عند الراجل العطار لازم نختار حبايه الفلفل السوداء اللي لونها فاتح، بلاش اللي لونها غامق، بلاش يا شيف اللي لونها غامق، نختار اللون الفاتح اللي بالشكل ده كده. وهلاقي عند العطار في نوعين من الحبه ديت، في حبه بيضه وحبه باللون ده، البيضه اللي هو الفلفل الابيض، اما النوع ده اللي هو الفلفل الاسود. نيجي بقى لنوع اسمه البهار الحلو، بنستخدمه في المطبخ الخليجي او المطبخ العربي او المطبخ الشامي. البهار الحلو ده هو سر نجاح الاكلات الشاميه كلها، اذا كانت كبه، اذا كان شيش برك، اذا كان لبن امه، اذا كان كبسه مقلوبه، البهار الحلو. ايه هو البهار الحلو يا شيف؟ علشان السؤال ده حضراتكم بتسالوه كتير على صفحتنا شيف ونص مع التواصل. الحبه بتكون قد الحبايه دي مرتين تقريبا، هو ده اسمه بهار حلو. ده بيسموه في الخليج وفي الدول العربيه البهار الحلو. يتسمى عندنا عند العطار بتاعنا المصري شيخ العطارين المصري الجميل بيسموه كوبيبه صيني. الكوبيبه الصيني اللي هو اللي انا بتكلم عليه، بتلاقي حبه كبيره كده قد حبايه الفلفل الاسود مرتين تقريبا، هي دي الكوبيبه الصيني. ادي الفلفل الاسود يتحمص بالشكل ده كده، ده مهم جدا. ونجيب الهون بتاعنا فين؟ الله عليك يا عم الهون، جه وقت استخدامك، ده لازم وجوده عندك في المطبخ. حلو الكلام، حلو الكلام. ادي الهون معانا. اخبار الدجاج ايه؟ اوه اه حلو كلام. ناخد الفلفل الاسود ده كده بعد ما اتحمص، لازم الله على الريحه الحلوه اللي انا شاممها، ابدا احطه هنا كده. الله اهو، وابدا اكسر الفلفل الاسود ده بايدي كده وبايد الهون اهو كده. عايز فلفل اسود مجروش، عايز فلفل اسود يا شيف مجروش، هيتجرش معاك ويطلع بسهوله ازاي؟ الا اذا ده كنت حمصتيه شويه كده، انا عينيا مش قادره تقاوم الريحه بتاعته، خلوا بالكم. عكس بانك انت تجيبيه مطحون بودر ناعم، ده طبعا بيسود لك الرز المعمر وبيبقى شكل الرز المعمر مش حلو خالص. اهو الله، حلو الكلام. ادي الفلفل الاسود، اساتذه المصورين حبايبي، الله الله على الريحه الحلوه، شايفين ازاي؟ اهو تمام. هو ده سر نجاح الرز المعمر، جرشه الفلفل الاسود في قلب الدجاج. خلصت الحدوته على كده، حلو الكلام. اهو شايفين الدجاج. اهو هعمل ايه دلوقتي حالا؟ شويه ملح. اللي انا بعمله مع الفراخ ده ممكن نعمله مع حته لحم ضاني حلوه ما يكونش فيها عظم، ممكن نعمله مع صدر بطه مفيش مشكله، ممكن نعمله مع الحمام بنفس الطريقه عادي اهوت. هنحط شيشاء ميه صغير كده. الله الله، كل ما في الموضوع ان الفلفل الاسود هنا ملوش حل، ان انا اجرشه وقت الاستخدام على طول الريحه الجميله اللي مع الدجاج. حلو الكلام تمام. هنجيب البرام بتاعنا. الاول هناخد حته زبده صغيره ونغلف البرام بيها.
بالشكل ده كده اهو. طبعا السمنه البلدي دي لازم عشان تعمل رز معمر توصي حماتي كويه اخر الاسبوع جاي تجيبها ماما ربنا يديها الصحه تجيبها معاها وهكذا، لان السمنه البلدي مش هتلاقيها غير في الفلاحين وفي الصعيد اللي هم اهل الخير كله. خلوا بالكم بتلاقوها موجوده في السوبر ماركت هنا ولكن مش بنفس الطعم خالص، في فرق بينهم كتير يعني. اوت حلو حلو الكلام. انا اخد الرز المصري بتاعنا ده طبعا مبلول من قبل مع شويه حليب. حلو الكلام حلو الكلام. ادي الفراخ زي ما هي كده يا ابو الشيف. اوه اوعى وشك. والقرن الفلفل ده انا عايزه في قلب البرهم ده مهم جدا اهو. اساتذه المصورين جايبينه وشوفوا كده مع بعض اهو شايفين بالشكل الجميل ده كده. ادي الدجاج مع الفلفل الاسود مع رشه ملح مع القرن الفلفل الاحمر والاخضر مع الفراخ كده، وننزل بشويه رز. حلو ننزل بالحليب بتاعنا. خلي بالك هنا احنا حاطين ايه الملح والفلفل، الحليب هنا ينزل لوحده كده اهو. ودايما ننزل بالحليب في مكان واحد ليه يا شيف؟ علشان الرز والدجاج ما يتحركش من مكانه. الله عليك. كل اللي انا هعمله هغزه كده. حلو اهو تمام زي الفل. عندنا درجة حرارة الفرن هنا 180 مفيش مشكلة، 200 مفيش مشكلة يا عم ماجد. حلو الكلام. بلاش اغزه، قصدي نحرك الرز مع الدجاج. حلو الكلام حلو الكلام. تعالوا مع بعض نمسح البرام بتاعنا وهندخله الفرن. عايز وقت قد ايه يا ابو الشيف البرام ده؟ البرام ده عايزه تقريبا نص ساعة يطلع برام رز معمر بالدجاج. اوعى وشك. الميزة فيه والطعم المميز فيه الفلفل الاسود المجروش مع تشويحة الدجاج اللي شوحناها في البداية خالص قبل ما نحطها على الرز. اتحط فين يا ابو الشيف؟ في ارضية الفرن. ايه رأيكم في الاكلة البسيطة دي؟ انت ممكن تعمليها جاية متأخرة ولا حاجة؟ ممكن تحطها في الفرن على ما تظبطي بيتك وتروقي الدنيا وتظبطي المسائل كلها. يرجعوا الشباب يلاقوا الاكل ده جاهز مع طبق السلطه الخضراء ملوش حل. اذا البرام ده في كل العناصر الغذائيه اللي بتدور عليها مع طبق السلطه الخضراء، تبوله فتوش ايا كانت، سفره دايمه ملهاش اي مشكله. تعالوا مع بعض نروق مطبخنا كده علشان انا ايدي بتاكلني، ما ينفعش اشتغل والمطبخ مش مظبوط. هنبدا نشتغل مع بعض مع طبق البطاطا بالبيض، او نقول طرط البطاطس بالبيض. نشوف مقاديره على الشاشة مع بعض. مقادير طرط البطاطس بالبيض. مقاديره بطاطس، بيض، فلفلة خضراء وحمراء، معانا بصل. مش هياخد مننا وقت كتير ولكن برضه له سر في طريقة عمايله. ايه هي؟ تحبيرة البطاطس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. شيل دول كده على جنب. حلو الكلام. ادي المقادير على الشاشه. طرط البطاطس بالبيض، ثلاث ثمرات من البطاطس، اربع بيضات، فلفل الوان، بصل وتوم، زبده وزعتر وملح وفلفل. مقادير طرط البطاطس بالبيض على الشاشه قدام حضراتكم. ثلاث بطاطسات او اربعه حسب الكميه وحسب عدد افراد الاسره. معانا اربع بيضات، معانا فلفل الوان، معانا بصل وتوم، معانا زبده وزعتر وملح وفلفل. انا هعمل الطبق ده سريعا كده مش هياخد مني وقت كتير خالص. طاس على النار او صينيه ان كانت مفيش اي مشكله. خلصنا من الحليب والرز نخليه على جنب. كل اللي انا هعمله دلوقتي هقطع البطاطس ديت مكعبات. يا ام سلمى ازيك؟ ازيك يا شيف؟ ايوه يا ست الكل. وتسلم الايادي. تسلم الايادي يا شيب بلادي. ايوه امورين. ايوه سلفني ضحكتك والنبي، انا عايز اسمع ضحكه حلوه عشان اشتغل. لا احنا بقى انت بتشتغل بحب وروح جميله عبيبتي. وبتعلمنا حاجات اجمل. اتفضلي يا ست الكل. كنت عايزه اسال حضرتك على الرز بالخلطه. رز بالخلطه عيوني الاثنين. شكرا جزيلا. حاضر يا ست الكل. شكرا جزيلا. اتفضلي اتفضلي. رز بالخلطه.
رز بالخلطه ممكن نعمله، الرز البسمتي مفيش مشكله، ممكن نعمله كمان الرز المصري مفيش مشكله، ولكن ايه هي الخلطه وليه سموه رز بالخلطه؟ مش لازم نعرف الاول سر اسم الاكله قبل ما نشتغل فيها؟ ده يريحنا كتير، على الاقل لما نشوفها في منيو واحنا في مطعم ما نتلخبطش ما بين الاسماء او الشكل. رز بالخلطه اللي بيميزه معلقه السكر مع القرفه الناعمه والبصله بتتحمر، بصله بتتحمر على النار هي دي الخلطه بتاعه الرز بالخلطه، بصلايه بتتحمر معاها معلقه سكر ومعلقه قرفه اوعى وشك، ننزل بالرز يتقلب هنلاقي الرز خد اللون البني اللي هو لون السكر البني. الرز لما نحطه مع البصله والقرفه هياخد لون السكر البني، هتلاقوا الرز لونه متغير، هي دي الخلطه بتاعته. ليك الحريه تعمليه بالكبد والكلاوي ماشي، تعمليه باللحمه المفرومه ماشي، تعمليه بالدجاج المفروم ماشي، ولكن هي دي تاسيس الخلطه. فين نحط المكسرات اللي احنا عايزينها؟ جميع المكسرات، ولما نلاقي الرز كتير المكسرات بتاعته زي ما الشيف المغازي سماه اسمه شيخ الرز. شيخ الرز يعني ابو الشيف، يعني ده تسميتي انا طبعا حصريا، ان احنا بنجيب كل انواع المكسرات بنحطها على وش الرز اذا كان باللحمه المفرومه او بالدجاج، فبنسميه شيخ الرز، يعني لبسناه عبايه شيخ البلد، هي دي الفكره في الاسم المسمى بتاعه. هنحط شويه زيت على النار مع شويه زبده. حلو الكلام. انا هحمر طبعا البطاطس في قلب الزيت والزبده علشان ديت انا هحمرها نص تحميره اهي. طبعا انا مش هستخدم الزيت والزبده كلها، زي كده فل. اوعى وشك. هناخد البطاطس دي نقطعها بالشكل ده كده، وهنجهز خلطة جميلة جدا للطرت بتاعنا ده. حلو اهوت كده كل البطاطس مع بعضيها. الله يا ابو الشيف اوعى وشك. تمام. هناخد البطاطس دي كده كفاية نركنها على جنب. الطريقة اللي انا شغال بيها ديت اللي هي طرت البطاطس بالبيض ممكن نعملها بالخرشوف، ممكن نعملها بالكوسة، عندنا الكوسة ممكن نحمرها نفس التحميرة، الخرشوف نحمره نفس التحميرة الخرشوف. وممكن كمان حاجة مهمة جدا، انتوا عارفين القلقاس اللي هو زي البطاطس، بس لما نقشر القلقاس عكس البطاطس ما نحطهوش في مية علشان ما يمزقش منك، قشر القلقاس ويتغسل كويس الاول قبل التقشير عشان الرملة اللي موجودة فيه، وبعد ما نقشره تماما هنقطعه مكعبات ونحطه في شوية مية بشوية ملح. فكرة ان انا انقع القلقاس في ميه بملح بتخلص من السائل او بالخيط اللي موجود فيه علشان لما استخدمه بعد كده ما يبقاش ملزق معايا واخد الخيط بتاعه، مهمة جدا دي عكس البطاطس طبعا. كده انا كده هحمر البطاطس شوية هنا مع بعض. والاطفال يحبوا البطاطس وكبار السن يحبوا البطاطس. ليه يا ابو الشيف؟ عشان البطاطس سهلة الهضم وسهلة المضغ، واحدة بناكلها مش محتاجة اي مجهود. اذا كانت بطاطس مشوية او بطاطس بوريه او بطاطس مسلوقة او زي اللي انا عاملها دلوقتي جميلة جدا كده، شايفين البطاطس اهي في قلب الزيت بتتحمر. تعالوا مع بعض نقطع الخضرة الجميلة، نشيل البلانشة دي مش عايزينها بقى، ونستخدم بلانشة تانية علشان محدش يزعل مننا. حلو الكلام. حلو الكلام. هنقطع الفلفل ده كده هنا مع بعض. فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر. الطبق ده على فكره مهم جدا نوعيه الخضار اللي موجوده فيه، وهيشد الاطفال على السفره ملوش حل. همسك الفلفل ده كده اقطعه بنفس تقطيعه البطاطس اللي هي كاريهات كبيره. ليه بقى يا ابو الشيف؟ علشان لما تستوي يبان بالشكل بتاعها الوان الفلفل في قلب الاكله. الاخضر كده مع بعضه، حلو زي الفل. ادي الفلفل الاصفر بالشكل ده كده. على فين يا ابو الشيف؟ حالا البطاطس بس تاخد وقتها في الزيت، هننزل كمان بالفلفل ده كمان بالزيت شويه، والبطاطس والبصل نفس القصه كده اهو. ليه قطعت الخضره كبيره يا شيف كده؟ هنقول لكم دلوقتي حالا
ايه سر تقطيع الخضره بالشكل ده. حلو حلو الكلام. الاول نصفي البطاطس مع بعض في طبق تاني خالص. مهم جدا. اذا طلع معايا شوية زيت مع البطاطس مفيش مشكلة. الله اهل. شيل البطاطس ده كده. التحميرة ديت مهمة جدا على فكرة. بنفس الزيت والزبدة اللي انا حمرت فيها البطاطس نص تحميرة هنزل بنفس الخضرة اللي انا قطعتها اهي كلها كده اهي في قلب الزيت. الله حلو الكلام. اهو كل دول تحميرة مع بعض. حلو يا ابو الشيخ. تعالوا للبيض بتاعنا اللي احنا هنستخدمه في الاكله الجميله ديت هنشتغل فيه ازاي. عيوني تعالوا مع بعض نشوف ازاي البيض معانا امتى يؤدي دوره مع الطبق اللي انا شغال بيه ده. دي مهمه جدا النظافه يا ابو الشيف. حلو. انت في مطبخك زي الشيف كده تستغل اي فرصه. بطاطس بتتحمر، رز في الفرن، فطيرة في الفرن، وتمسك المطبخ بتاعك ده ايدك فيه. يوم لما تخلص الاكل بتاعك هتلاقي مطبخك رايق وزي الفل، نفسنا تتفتح على الاكل بتاعنا ده الطبيعي. البيض عندنا اهوت 4 بيضات تقريبا الكمية اللي موجودة معايا. خلي بالك وانت بتكسر البيض. حلو. احنا في الشتاء يعني الجو فيه رطوبة وبرد فما فيش مشكلة من البيض خالص، هيطلع سليم وزي الفل. المشكلة كلها في ايام الصيف. خلوا بالكم ادي البيض معانا هنا اهوت. احنا عايزين التتبيلة هنا ايه؟ عايزينها تتبيلة عربية ولا تتبيلة مصرية ولا تتبيلة غربية؟ نوع البهارات هنا اللي هيتوقف عليه طعم الاكل بتاعي. انا جايبها من المطبخ الفرنسي، ما تيجوا نديها الجنسيه المصريه وهيكون شرف ليها ده تاخد الجنسيه المصريه. يا رانيا ازيك؟ ازيك؟ ايوه يا ست الكل. عامل ايه؟ كله تمام. ربنا يخليك. الله يسلمك. ما يتخلمش منك ابدا. الله يبارك لك يا امي. يا رب يخليك. ومن الحاجات الجميله اللي بتعملها لنا. المهم ان احنا نعمل كل حاجه. الله يبارك لك. ربنا يخليك. والنبي عايزه طريقه اللازانيا. ربنا يخليك. اللازانيا عيوني. ربنا يخليك. تسلم عينيك. اللازانيا فيك تعمليها بالفراخ او تعمليها باللحمه المفرومه بالفراخ. اللي هو البولونيز بالفراخ. ايوه ممكن زي ما انت عايزه. اوكي. ولكن هقول لحضرتك حالا دلوقتي طريقه عمل اللازانيا بالبساطه والسهوله والمرونه لشيف ونص. حاضر يا ست الكل. شايفين مع بعض البطاطس اهيت مع الفلفله اللي بشكلها مع البصل كل ده مع بعضه يا ابو الشيف. حلو الكلام. انا هنا عايز احط خضره في قلبيها، ممكن شبت، ممكن بقدونس، ممكن كزبره خضراء. انا عايزك وانت بتعملي الاكله الفانتازيا بتاعتك ومهارتك في المطبخ خليها احسن من الشيف. مش الشيف المغازي وبس، اي شيف انت بتتفرجي على اكله حلوه عجبتك لازم تضيفي اضافه. زي زمان لما كنا نتعلم اللغه الانجليزيه والحروف لازم الواحد ينطقها بكذا طريقه عشان ما ينساهاش، ويكتبها بايده وينام يحلم بيها، لانه يحفظ له كل ما يحفظ عدد كلمات كل ما بيقوي اللغه بتاعته. حلو الكلام. اتعلمنا كده. حلو الكلام. انت نفس القصه عايزه تتعلمي مقادير اكله كويسه وما تنساش ابدا زكاه لازانيا ولا الطبق اللي بعمله ده كده. فانتاستك فين وطريقتك فين واضافتك فين؟ ضيفيها انت بطريقتك. ممكن شبت، ممكن كزبره خضراء، ممكن بقدونس، ممكن سبانخ مع الخلطه، ممكن مشروم. المهم انك تضيفي اضافه وسميها باسمك انت. تبقى انت هنا تفوقتي على الشيف اللي انت بتتفرجي عليه. عند الخضره بتاعتي زي الفل، فلفله مشكله مع بصل اهو تمام زي الفل. هاخده كده من الزيت في قلب البيض واشيل المضرب كده عشان يبان مع اساتذتي المصورين اهو. ادي الخضره. ممكن يطلع معاكي شويه زيت مفيش اي مشكله، لان هنا الاكله مش هينضاف لها زيت خالص بعد كده ولا سمنه، هي الماده الدهنيه اللي انا حمرت فيها ديت وخلاص اهو. شوفوا المطبخ سهل ازاي بنفس الشكل ده كده.
الله اهو هنا بقى ليك الحرية، هل تسويها في الفرن ولا تسويها على عين البوتاجاز؟ حب ايه هنا؟ مستعجلة عليها قوي؟ ممكن تسويها على عين البوتاجاز. عايزة تسويها في الفرن وتقدميها على شكل قرص كده او على شكل الطرط اللي احنا هنعمله، شيل الفوطة معلش الزيت الاول عشان وارد ان ممكن في اطفال يخشوا علينا دلوقتي المطبخ، والزيت ده على النار اكبر خطورة. حاجة مهمة جدا وانت في مطبخك بتحمري بطاطس بتحمري سمك، ما تطلعيش من المطبخ وتسيبي الزيت على النار. سبت الزيت على النار الطفل اللي بيدخل هو عايز ياكل، ممكن ببساطة خالص يمد ايده في الزيت. نسمع كلام الكبير، تعال نسمع كلام الكبير وهنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض النهاردة مفاجآت شيف ونص النهاردة من المطبخ العربي. عملنا الرز المعمر بالدجاج وبطرق مختلفة، عملنا طرط البطاطس مع الخضار بطريقة سهلة ومرنة، معانا طبق يكسر الدنيا وكله حديد، طبق سلطة السبانخ بالمكرونة. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع مفاجاتنا النهاردة السهولة والمرونة مع شيف ونص. انا عايز اعمل اكل بطريقة سهلة ويناسب كل أذواق أفراد أسرتك، الصغير منهم قبل الكبير، عشان الصغير ده في اليوم في يوم من الأيام هيبقى الكبير، فلازم نرضيه. وواجب علينا يا أبو الشيف نرضي الصغير قبل الكبير. معانا الخضرة فليفلة مشكلة مع بصل مع شوية بهارات من حلاوة إيدك، حطيهم اللي أنت عايزاه، بابريكا سبايس عايزاه، ممكن فلفل أسود، معاك الزعتر، معاك الكمون، حسب ما أنت عايز. كل ده مع البيض يا شيف، كل ده مع البيض. معانا بطاطس طبعا هي زي الفل، دي طبعا مستويه تقريبا 3 ارباع سوا مع الخضره، كل ده مع بعضه. هو الطبق ده لما يكون معانا على السفره مش محتاج اي مجهود خالص، اذا كان للاطفال او للكبار اهوت، كل حاجه فيها ابو الشيف كل حاجه فيها. هذا الكلام ده السر هنا في طريقه الطهي، التكنيك بقى، الفانتازيا بتاعت الشيف ايه هي؟ انا عايزه يطلع معايا بسرعة ما ياخدش وقت كتير، عشان معايا الاخراج الجميل بيقول لي يا شيف معاك ربع ساعة، معاك 20 دقيقة، والتتابع ليه؟ عشان احنا ملزمين في الاخر نطلع باكلة حلوة عملناها مع بعض، عكس ما تكون في مطبخك معاك الوقت واليوم مفتوح زي ما انت عايزة. احنا وارد ممكن نحطها في قالب وندخلها الفرن كلها مع بعضيها ونسيبها تستوي على نار هاديه زي ما بنسوي البيتزا وبنسوي اي فطاير. انا هنا هسويها على عين البوتاجاز سريعا كده مع بعض، ولكن لازم اجيب صينيه كبيره مع صينيه صغيره اللي هو القالب بتاع الطرت، ويكون سخن جاهز طبعا الماده الدهنيه اللي انا حمرت بيها. شايفين الجو ده كده؟ هو ده اهو زي الفل يا عم احمد. الله اهو تمام. دي مش عايزه لها في الفرن اكتر من 5 دقايق بالظبط مع التسخين. القالب اللي انا عملته دلوقتي في البدايه خالص وحطها في النص كده، خلوا بالكم اهي زي الفل. الله عليك، شفت الالوان الجميله؟ وهنا الوان فاتحه للشهيه كمان، اللون البرتقاني او الاحمر. حلو تمام. عندنا درجه حراره الفرن، هنستاذن الرز المعمر حبيبنا اللي في الفرن، وهنعمل ايه يا ابو الشيف؟ هنروح عنده كده و ناخد مشوار لغاية الفرن. انا جاي على بالي بما ان هي طرت من المطبخ الفرنسي، ايه رأيكم في رشة زعتر جريئة كده على الوش؟ حلو الكلام. هي دي بقى الايه؟ شغل شيف ونص اهو. حلو الكلام. هنطلع الفرن. يلا يا عم احمد، درجة حرارة الفرن هنا نفس الدرجة اللي فيها الرز المعمر. اصبح هنا عندي طبقين مهمين جدا. ناخد كده الرز المعمر مع بعض في الفرن، اخباره ايه؟ زي الفل. عايز لسه 5 دقايق ويطلع ويبقى تمام. عندنا البطاطس اهيت اللي هو الطرت بتاعنا، انا بحطته فين يا شيف؟ ده ما يتحطش في ارضيه الفرن خالص، خلي بالكم، لان احنا في البدايه حطيناه على الجريلا وعلى عين البوتاجاز، خد الصدمه الناريه اللي هي بتاعه تسخين الطاسه. انا هنا المفروض احطه فوق علشان محتاج ان البطاطس والفليفله المشكله ديت تاخد اللون من فوق، لان انا حطيت عليها بيض. حلو الكلام. ما هو انك تتعاملي مع الفرن في تسويات الاكل ده مهم جدا علشان الاكله تطلع معاكي 100%. تعالوا مع بعض نعمل كمان طبق المكرونه بالسبانخ، المكرونه الملونه مع السبانخ. الطبق ده مهم جدا وفيه كل العناصر الغذائيه اللي انا بدور عليها، وخاصه السبانخ
ونوعية المكرونة اللي أنا بستخدمها. خلينا نشوف المقادير على الشاشة مع بعض. معنا سبانخ، معنا مكرونة ألوان، معنا جبنة موزاريلا، معنا حليب. إيه اللي جاب الحليب للحديد يا شيف؟ نشوف الكلام ده مع بعض. المقادير على الشاشة قدام حضراتكم. معنا سبانخ طازة وزي الفل، ممكن تكون مجمدة مفيش مشكلة. معنا مكرونة ملونة، معنا حليب، معنا جبنة موزاريلا. أبو خليل حبيبي، سبانخ، مكرونة أشكال وألوان، ممكن تكون مكرونة سباكيتي، مكرونة قلم زي ما أنت عايز مفيش مشكلة، ومعنا كمان حليب وجبنة موزاريلا وملح وفلفل. أنا ما حطيتش بهارات كتيرة هنا لأن طعمة السبانخ عايزة تتفوق على كل الحاجات اللي موجودة هنا. مكرونة ملونة، اتنين حزمة من السبانخ، حليب، جبنة موزاريلا، فلفل وملح. هقول المقادير تاني كمان مرة أخيرة عشان الطبق ده مهم جدا للأطفال حبايبنا اللي مش بياكلوا السبانخ. لما يلاقوها مع المكرونة والجبنة هيفتكروا البيتزا، يقوموا ياكلوها على طول. صح يا أستاذة؟ صح الكلام. معانا مكرونة ملونة، اتنين حزمة سبانخ، معانا حليب، جبنة موزاريلا، ملح وفلفل. خلونا نعمل الطبق ده سريعا مع بعض كده، بس في البداية خالص عايزين نسلق المكرونة بالطريقة المعتادة بتاعتنا. ولكن شيفوا نص بيعمل ايه بقى. الصينية او الحلة اللي بسلق فيها المكرونة يا شيف بحتفظ بالمية بتاعتها وخليها تشارك في طبق عمل المكرونة. ده مهم جدا لان مكرونة زي ديت كده، واساتذة المصورين ياريت يجيبوها، مكرونة ممكن تكون سعرها غالي مش متوفرة في اي سوبر ماركت ولكن قيمتها الغذائية عالية جدا في الفليفر اللي موجود فيها، اذا كان اصفر ولا احمر ولا اخضر ولا اسود. الفليفر هنا بلون الفليفلة المشكلة، بلون السبانخ، بلون الحبار، بلون مأكولات البحر. فطبق المكرونة ده ما ينفعش ان انا اسلقها واتخلص من المية بتاعتها، لازم استفيد بالمية بتاعتها. حلو الكلام؟ حلو الكلام. عندنا شوية ملح في الطاسة كده مع شوية زيت اهوت، تمام، واحط المكرونة كده زي الفل. معانا وقت قد ايه يا استاذتنا؟ حلو. طيب خلونا مع بعض نشوف ازاي نبدا نتعامل مع السبانخ والمكرونه. ادي طبعا المكرونه على النار، هنقلبها كده زي الفل بشويه الملح وشويه الزيت. وخلي بالك في كنترول هنا، ما تنسيش انك انت حاطه ملح مع ميه المكرونه وهي بتتسلق. يوم لما تعملي السبانخ او الصوص بتاع المكرونه ما يكونش فيه ملح كتير لان في كنترول هنا على الملح. هنسيب المكرونه على النار كده وناخد مشوار مع بعض لغايه الفرن. ليه يا ابو الشيف؟ علشان نشوف اخبار المعمر بتاعنا. حلو الكلام. اوه اوعى وشك يا ابو الشيف، تعالى رز معمر بالدجاج طريقتي. حلو الكلام. الرز المعمر بتاعنا اللي انا عملته شايفين ازاي؟ طبعا قصه ان انا انقع الرز قبل ما احطه مع الدجاج مهمه جدا. لازم تطلعيه من الفرن يكون مسخسخ على روحه من كتر ما هو سخن في الفرن. ليه يا ابو الشيف؟ اوعى تطلعيه ناشف، لان الرز المعمر غير الرز اللي بينطبخ عادي في الحله. ايه يا ابو الشيف؟ لانه ده يقعد فتره طويله في البرام، والبرام هنا يا ابو الشيف سخن. فاذا طلعتيه ناشف من الفرن، ركزوا في المعلومه اللي جايه دي مهمه جدا، مهمه جدا المعلومه اللي جايه ديت. ايه هي يا ابو الشيف؟ ان الرز المعمر لو طلع ناشف من الفرن ايه اللي هيحصل يا ابو الشيف؟ وقت طويل طبعا هيتحط، هتلاقوه عجن منك ونشف منك وبقى قاسي جدا كلاكيع معاكي ما انتش عارفه تاكليه. فلما تطلعيه مسخسخ على روحه، الواحد لما بيضحك كده ومبسوط بتلاقوه سايب حاله. الرز المعمر نفس القصه، لما يطلع من الفرن لو انا دلوقتي بصيت هنلاقي فيه شويه حليب على الوش مع شويه سمنه. على الاسره ما تتجمع وكلنا نتجمع على الخير ان شاء الله على طبليه واحده، هيكون الرز ده خد وضعه واستوى وزي الفل. هنحطه قدام حضراتكم هنا كده عشان نشوفه مع بعض. فين الفوطه يا ابو الشيف؟ ايه حلو الكلام. تعال الله، لو ايه القرن الفلفل الحار اللي على الوش ده يا عم ماجد، اوعى وشك، هو ده اللي يخلي الرز ايه سبايسي وناكل كده معلاه واثنين وثلاثه واربعه زي الفل. تعالوا مع بعض نشوف موضوع السبانخ هنتعامل معاها ازاي. سبانخ الاطفال مش بيحبوها كتير، فانا جه على بالي ايه المشكله ان انا اعمل طبق مكرونه غني جدا بالسبانخ وفي نفس الوقت الاطفال هتاكل منه.
نجيب صينيه ونحطها على النار. خلي بالكم السبانخ ممكن قبل ما نسويها بتبقى كميه كبيره، نشوف الكميه ونشوف كميه المكرونه نقول ده كتير قوي، ولكن السبانخ ديت مع ان هي حديد وغنيه بالحديد بس سبحان الله اول ما بتشوف النار بتنكمش، ولكن القيمه الغذائيه موجوده فيها. طب انا عايز احافظ على القيمه الغذائيه اللي موجوده في السبانخ، احافظ عليها ازاي؟ مهم جدا اساتذه المصورين ان السبانخ ما تتغسلش بعد التقطيع خالص. جرجير، خس، سبانخ، بقدونس، كزبره، كل الخضره الورقيه، الملوخيه، الحاجات دي كلها مهمه جدا ما نغسلهاش قبل التقطيع. سوري ما نغسلهاش بعد التقطيع، قبل التقطيع تتغسل. ليه؟ لانك لو قطعتيها وحطيت عليها ميه سخنه او ميه ساقعه من الحنفيه هنفقد قيمه غذائيه من اللي موجوده فيها وهنقدر ان احنا ما نعوضهاش خالص فيها. فاحنا لازم هنا زي ما انا غسلتها دلوقتي قبل التقطيع بقطعها بالشكل اللي انا عايزه. المكرونه عندي حلزونيه، مكرونه اسباجيتي، اقطع الشكل ده كده حسب شكل المكرونه اهو. حلو الكلام. ممكن احطها سليمه على فكره، الاجانب بيحطوها مع طبق المكرونه سليمه، لان دي لما تتحط سليمه هتلاقيها برضو انكمشت ومش باينه في قلب الطبق، فحسب ما احنا بنحب مفيش مشكله اهي اهو. حلو الكلام. عندي طاسه على النار، والطاسه دي فيها ابو الشيف فيها معلقتين زيت زيتون حلو ومعلقه سمنه او معلقه زبده، الاطفال يحبوا الدسامه ما عندهمش مشكله خالص اهو زي كده. يا نوران ازيك؟ ازيك عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ كله تمام يا ستي. تسلم ايدك والله، يعني مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت بتعمله. الله يسلمك. تعبينك، شعب مصر كله تعبك. لا يا ست انا خدام الشعب المصري. ربنا يخليك. خدام كل اللي بيشوفونا. ربنا يخليك يا رب. اهم حاجه تكونوا راضيين عننا. ربنا يرضى عننا الاول وبعدين احنا. طبعا يا ست الكل. اهم حاجه ربنا. رضا الرب من رضا العباد يا امي. طبعا طبعا. امريني. الامر لله. انا عايزه الشركسيه. الشركسيه؟ اه. عيوني. ماشي. حاضر. خد بنت اختي عايزه تسلم عليك. مين؟ بنت اختي. ايوه. يا ست الكل نعمين. الو. اي مين اسمك زي. ايه اسمك ايه؟ منى. منى يا منى ازيك؟ الحمد لله. حبيبتي عدي كام سنه يا منى؟ تسلم ايدك. الله يسلمك، اديني بوسه. طيب عندك كام سنه؟ طيب تتكسفي واضح يا منى. اكيد بتساعد ماما منى في المطبخ. اه منى جميله. ساعدك. ربنا يخليها لك يا رب. اوعى وشك. الله يخليك. تسلم ايدك. الله يسلمك يا ست الكل. مع السلامه. اتفضلي. حتى الاطفال بيحبوك اهوت. نعمين. حتى الاطفال بيحبوك. الاطفال؟ اه طبعا بيحبوك. على فكره النهارده يا حاجه انا عامل لهم اكل مخصوص ليهم. ما هو ما هو اللي انا عامله ده مهم جدا للاطفال. كل الدنيا بتحبك. ربنا يبارك لك يا ام. ربنا يحبب فيك خلقه يا رب. ربنا يكرمك يا ام تحت امرك. مع السلامه. اتفضلي. مع السلامه. اتفضلي يا ست الكل. شايفين السبانخ معايا؟ طبعا شايفينها كتير. المكرونه عندي بتتسلق. مهم جدا اللي انا هعمله دلوقتي. هتعمل ايه يا ابو الشيف؟ السبانخ هنا عايز اشوحها شويه اهو. اوه وهي بتتشوح كده نحط لها شويه البهارات اللي احنا عايزينها. واضح ان ممكن الاطفال مش بيحبوا الحاجات اللي هي فيها بهارات كتيره، وزي انا ما قلت السبانخ بالذات ما بتحبش بهارات كتير اهو. خلاص كده زي الفل تمام. ده انا هعمل حركه لطيفه قوي دلوقتي. انا حطيت طبعا في البدايه خالص مع معلقه الزيت، معلقه سمنه، وفص ثوم. الثوم ده مهم جدا مع السبانخ، وبينه وبين السبانخ علاقه جميله جدا. السبانخ هنا هنحط لها شويه فلفل اسود. حلو، بما ان المكرونه هتشارك في الطبق ده نحط شويه زعتر. تمام يا ابو الشيف. حلو، تعالوا مع بعض نجيب المكرونه بتاعتنا. خلاص زي الفل، شوفوا انا هعمل ايه دلوقتي. الله، ادي المكرونه جاهزه وزي الفل. حلو، هناخدها بالميه بتاعتها. بيشف بالميه بتاعتها اهي. خلي بالكم دي سخنه. تعالي كده. الله. شفتوا انا عملت ايه؟ ما خدناهاش على الحوض، ما صفناهاش، استفدنا بالميه بتاعتها وهنقول ازاي دلوقتي حالا، بس انا حبيت ان انا اطلعها كده مع حضراتكم اهو.
حلو حلو الكلام. تعالوا مع بعض اهوت زي الفل. هذه المكرونة كلها اهي مع بعض تمام. اهو ما اعمل ايه بقى، المية اللي انا سلقت فيها المكرونة بستفيد شوية منها كده اهو. اسدت المصورين حبايبي، تعرفين انا بحبكم، شايفين الاكل دي لازم تتعمل بالتكنيك اللي انا عامله ده. طعمة المكرونة الفليفر، بما ان هي مكرونة ممكن سعرها يكون غالي زي ما قلت، ممكن تكون مش متواجدة، ولكن استفيد بالشكل. اللي عملها خد وقت كتير وابداع، شايفين المكرونة الوان وحلزوني فيها كل الفليفر اللي احنا عايزينه. السبانخ هنا الطعمة بتاعتها عايز استفيد بيها، كل ده مع بعضه مع المية هتدينا الطعم الجميل، وده التكنيك اللي انا عايزه في عمل الاكلة. كل ده مع بعض هقلبه اهو. طبعا هنا مش محتاجين نحط زيت زيتون خالص. ليه يا ابو الشيف؟ لان المكرونه انا سليها مع زيت زيتون، والسبانخ محمرها مع زيت زيتون، فالمفروض هنا ما احطش اي زيوت خالص. كل اللي انا هعمله بعد المكرونه ديت ما تبرد شويه هحط عصره ليمون. قلت يا شيف؟ قلت بعد ما تبرد. ما هو التعامل مع السبانخ الحديد يقول لك ايه؟ اضربه وهو سخن. لا، السبانخ بالذات علشان تستفيدي باللون بتاعها الجميل الاخضر، وتستفيدي بالقيمه الغذائيه اللي موجوده فيها، ما تطلعش من النار وهي سخنه تعصر عليها الليمون، هتسود معاكي، هيبان شكلها اسود بعد خمس دقائق. انت شخصيا او الاولاد الشكل مش هيعجبكم، فعايزين اللون الاخضر. تخلي اللون الاخضر ازاي؟ طبعا الريحه انا منسجم معاها وواقف وعامل حجه ان انا بتكلم معاكم، ولكن منسجم مع الريحه اللي طالعه الجميله. نطلع فاصل نسمع كلام الكبير، وجيت في وقتك يا حبيبي. خلينا نسمع، نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض الرز المعمر اللي كان فيه شويه زبده وشويه حليب على الوش، بدور عليهم مش لاقيهم، بقى دجاج دلوقتي. معانا طرط البطاطس الجميل مع الخضره، معانا طبق المكرونه بالسبانخ والحديد. اوعى وشك، تابعوني بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بالطرط الجميل ده. شفتوا طريقه عمايله بسيطه جدا وسهله. خلينا نشوف البطل في الاكله مين. البطل في الاكله الجميله ديت الاربع بيضات اللي انا خبقتهم مع بعض مع شويه بهارات، هم اللي خلوا القوام ده جميل جدا كده. والبطاطس هنا لعبه بدور قايمه بدور النشويات، فهي كلها كده ايد واحده في الطبق واحد. هنخليها نحطها على جنب كده. تمام كده يا استاذ رشا؟ تمام زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل السبانخ والمكرونه بتاعتنا. معانا شويه سبانخ، معانا شويه مكرونه، مكتوب في المقادير حليب، هنحط الحليب. الله، انا الحليب انا حطيته في الاخر، خلوا بالكم، ما انا عايز الطبق ده فيه كل حاجه، فيه الكالسيوم، فيه الحديد، فيه المكرونه نشويات بالانواع اللي موجوده فيها، ما تنسوش الجبنه كمان. فاصبح ان الطبق ده لو الاطفال والكبار السن اكلوا منه، الطبق فيه كل العناصر الغذائيه اللي انا بدور عليها. شايفين الحليب هنا مع المكرونه والسبانخ؟ اوعى وشك اهو. الله، طبعا هنا عايز اقول حاجه مهمه جدا ويا ريت نركز فيها شويه. مش احنا عارفين المكرونه اللي هي بالوايت صوص؟ كلنا عارفينها وبتحبوها والاطفال بيحبوها وانا شخصيا بحبها، بس الوايت صوص يكون سبايسي شويه. المكرونه لما اتسلقت فيها نشويات والميه بتاعتها موجوده معايا، فقايمه بدور النشويات، الماده اللزجه او الماده اللي هتديني قوام. معايا الحليب، معايا الزبده، اصبحت ان انا عملت الوايت صوص بطريقه غير مباشره مع الطبق بتاعه، ولكن وايت صوص من نوع خاص جدا اللي هو سيمبل وخفيف جدا، اللي هو يناسب الطبق بتاعي اللي هو السبانخ مع المكرونه. اصبح طبق سلطه بالوايت صوص اللي هو الصلصه الخفيفه البيضه الجميله. شايفين الطبق زي الفل ازاي معايا اهو؟ تمام، هاخده كده واطلعه من النار. شفتوا ازاي تكنيك عمل الاكله؟ اضافه الحليب في الاخر جايه معانا كده يا سدتي زي الفل. تمام، اهيت السبانخ مع المكرونه مع الوايت صوص البسيط جدا. عند اطفال عندهم كام سنه؟ 10 سنين، 15 سنه، كبار السن. احنا دايما نحب مع البيتزات والمكرونات الجبنه اللي هي المطاطه الموزاريلا. لما بنشوفها على وش البيتزا كده ونسحب قطعه البيتزا بنلاقي البيتزا ايه سايحه على روحها،
فنقوم ناكل واحدة واثنين وثلاثة واربعة. كل ده انا بعمل كمين للاطفال علشان ياكلوا السبانخ. انا ازاي بعلمك ان الاطفال يحبوا السبانخ اللي هم مش متعودين عليها، متعودين ياكلوا مكرونة وجبن والحاجات. انا عندي الجبنة الموزاريلا هحطها على الطبق بتاعي ده كده وهي سخنة، وهي يا شيف وهي سخنة، تقوم الجبنة تسيح يوم الطبق ده ياكلوه الاولاد ببساطة. هاخد الطبق ده نغرفه مع بعض، طبعا الجبنة مع الوقت هتسيح وتبقى زي الفل اهو. الله عليك يا عم احمد، زي الفل يا استاذة، حلو الكلام. هناخد الطبق بتاعنا كده ونغرف الطبق بتاعنا الجميل. ده الطبق ده بقى ايه عايزين ناكله كده بانسجام اهوت. اوه ادي السبانخ مع المكرونة. يا مدام جيهان ازاي؟ الله يسلمك يا شيف احمد. ايوه شفت الجبنه الموزاريلا يا مدام جيهان؟ ايوه ست الكل. ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام يا انا بذكركم جدا، بذكر جميع القائمين على البرنامج. الله عليك. وكمان الجنود اللي وراء الكاميرا اللي احنا ما بنشوفهمش لكن هم بيبذلوا مجهود رائع. نعم ست الكل. انا متابعه جيده للبرنامج يا شيف احمد. ست الكل تحت امرك، والكلمه الطيبه خلي الحاجه بس تدعي لنا. يا نعم خلي الحاجة أم أحمد الشيف تدعي لنا. عيوني وتدعي لكل المصريين ومصر أم الدنيا. بس عايز أعرف بعد أستاذة برديس، طب أعمل إيه؟ أمين. عايز أعرف أستاذة برديس وعم مصطفى وعم مش أستاذ وليد وكل اللي أنت بتردد أساميهم دي واخد بالك تبلغ لي تحياتي. عيوني الاثنين. طيب. كل فريق العمل. ايوه جميع، والمعدين والمخرجين ما ننساهمش. حاضر طبعا. طيب حاضر. بص يا احمد لو سمحت ليه سؤال. حاضر. كنت عملت مره أمريني. كفته. كنت عملت مره كفته بالعدس بجبه. فاكر؟ فاكر. حلوه قوي دي. اعملها تاني ولا عايزه بقدرها؟ حلوه يعني عايزه بس ال لا يعني انا منقع ال افرض نقعت العدس ده حبه قليل ولا لازم ست ساعات؟ انا فاكره ساعتها قلت ست ساعات. الو لا معاك يا امي. بص يا ست الكل. طب العدس استنى يعني انا معاك والله اسمعك. طيب هسمع على التليفون عشان المره فاتت انت نسيت. والكوسه، الكوسه ممكن اشوحها بدل ما احطها في الزيت عشان انا ايه ممنوعه من الدهون. لا بص يا ست هجاوبك على السؤالين بسرعه. ايوه عندك سؤال تاني يا اختي تحت امرك. لا خلاص كفايه. أيوني. كده بس عشان الحق اسمع الاجابه. خليكي معايا على التليفون. ايوه خليكي معايا على التليفون. بص يا امي احنا قلنا في البدايه العدس يتنيع. العدس يتنيع في ميه سخنه. ميه سخنه لمده قد ايه؟ معاكي طاقه وزي الفل. تستخدميه في انواع الكفته، مفيش في انواع الكفته مفيش مشكله. عندك قد ايه؟ العدس تنقعيه في ميه سخنه. قد ايه؟ كام ساعه؟ لمده ساعتين زي البرغل بالظبط. ساعتين بس؟ ساعتين بس. ماشي يا اختي. تعالي للكوسه عشان طبعا انت عندك مشكله مع الدهون. احنا ممكن نقطع الكوسه بنحطها في صينيه مع رشه ميه ورشه بهارات وهندخلها الفرن هتتشوي. تقدر تعمليها جلاتان، تعمليها يخلي بدل القليه في الزيت. ايوه تعمل بالغير ما تقليها في الزيت خالص. ايوه انا عايزه كده. مش انت مش عايزاها مقليه في الزيت ولا لا لا هو صح كده عايزاها. هنشويها في الصينيه يا ام نحطها ونقطعها. ايوه عشان تبقى خفيفه. عيون الاثنين. ماشي. ممكن اكل البنجر من غير ما اسلقه؟ ممكن. عشان انت عملت سلطه. ربنا يديك الصحه يا رب. شفت بقى البنجر الجميل المفيد. اوديكي فين يا صحه؟ عادي خالص مفيش مشكله. بص انا مش عايزه اسلقه لان لو سلقته كله هينزل اللون وهي مش عارفه هقشره ازاي. عادي يا امي ممكن البنجر تغسليه كويس عادي خالص وتقطعيه زي البطاطا. ايوه البطاطا الحمراء دي زمان كنا ناكلها وهي نيه. مفيش اي مشكله. يعني ممكن اقطعه وهو ني على السلطه؟ عاد تبشريه عاد على الشوربه. شفت الجزر بيتبشر ازاي؟ ايوه ممكن تبشريه زي على الجزر على السلطه مفيش مشكله. ماشي حلو كده جميل. لازم تقشريه كويس يا ام. اوعى وشك. اوعى وشك. اديني ضحكتك بقى سلمي. بروح الصين اسمعها. بروح اخر بلاد المسلمين اسمعها. يا رب ربنا يبارك لك يا شيف احمد. الله يبارك لك. الله يخليك. الله يخليك. عيوني ليك. شكرا. انا بشكركم جدا والله على البرنامج الجميل ده. والله العظيم بس دايما بص انا ماما بتزعل عشان بتطلبكم كتير ويقعد الجرس يرن كتير وما بتردوش عليها. عيوني حاضر. تواصلي معانا في الكنترول واحنا هنسمع. بص يا رب يخليك. وصي مهندس الصوت. مهندس الصوت. انت احنا سامعينك وانت مش بتسمعنا. حاضر عينيا. مهندس كلنا بنشتغل بحب والله. ايوه
اهم حاجه نخش المطبخ بحب هتلاقي الاكل يطلع رائع. الله يبارك لك وطعمه جميل عظيمه وربنا يسترها معانا جميعا. انت لازم تتواصلي معايا على طول يا ام ان شاء الله يا شيخ. الله يبارك لك. اشكرك. ربنا يبارك لك. اشكرك. شكرا. اشكر كل مشاهدينا النهارده مع بعض. شفت الروح الحلوه؟ الكلمه الطيبه كالشجره الطيبه، اصلها ثابت وفروعها في السماء تثمر الايه الخير كله. تعالوا مع بعض. عملنا يا ابو الشيف، عملنا الطرت مع البطاطس الجميل، بسيط وسهل للصغار قبل الكبار، مهم جدا على سفرتنا اللي بيحبوا البطاطس. عملنا طبق سلطه المكرونه بالحديد وشفنا الفليفر، وعملنا الوايت سوس ازاي بطريقه غير مباشره، تكنيك شيف ونص عملها ازاي. عملنا الرز المعمر اول ما طلعته من الفرن، الاستاذه المخرجه بتقول لي زبده كتير يا شيف، هي طبعا مش بتحب الزبده، فانا اجاوب على السؤال في اخر الحلقه، فين الزبده مش ليها؟ هنا اللي على وش الدجاج. الرز لما قعد فتره طويله وطلع مسخسخ على روحه، في الاخر ادانا ابتسامه حلوه والدجاج بان على الوش. ممكن الحمام، ممكن اللحم الضاني، زي ما انتم عايزين. حلقتنا خاصه جدا النهارده، والمطبخ العربي لبسناه التوب العربي.